غزالة ديالي، لاباس عليكم؟ كديري مصحة، كلشي بخير. اليوم بنهار جديد، فيديو جديد، بوصفة جديدة. كيف ما كتشوفوا اليوم ان شاء الله غادي نصاوبوا واحد لاطاس كتجي رائعة ولذيذة، لذيذة بزاف. نتمنىكم تجربوها. المهم ما نطولش عليكم، خليكم مع المقادير وطريقة التحضير. كما كتشوفوا البنات غادي ندوزوا دابا المقادير وطريقة التحضير. المهم القياس باش غادي نعبر، ما نعبرش بالكاس، غنعبر بالمعلقة، بهاد المعلقه هذه ديال السبوله البنات، ماشي بهادي، هادي راها صغيره، وهادي هادي شويه غارقه، غادي تزدينا شويه بزاف. المهم غادي نعبر بهاد المعلقه هذه. غنحتاج لسبعة المعالق ديال الزيت، سبعة ديال الحليب، بيضه وحده، خماره وحده، واحد فاني، سبعة المعالق ديال السكر سنيده، وشويه د الملحه. والدقيق غادي نحتاج ليه تقريبا على حساب الدقيق، كاين دقيق اللي كيكون كيشرب، كاين الدقيق اللي كيكون مزيان. المهم انا داكشي اللي غادي يكفاني فيها غادي نقولو لكم. على بركه الله غادي نستعمل السكر هو الاول، هذا جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة. غادي نديرهم مع واحد شوية الملحة، غادي ندير معاهم سكر فاني، غادي ندير بيضة، بيضة متوسطة ما كبيراش ما صغيراش. غادي نخلط هاد المكونات هذا، غنخلط البيض والفاني والسكر سنيدة حتى كدوب ليك السكر، عاد كنضيف بعد ما داب هذاك السكر والبيض. غادي نضيف دابا الحليب، واحدة جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة. دابا بقى ليا الزيت، غنحسب لي تاهو سبعة المعالق، واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة. كيف قلت لكم غادي نعبر سبعة المعالق، واحدة جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة. غادي نضيف هاد الخميرة. البنات اللي مبغاوش يديروها هكا هكا، يديروها في البانيو ولا في شي طاسة، يديرو كلشي في مولينكس ويطربوها، راها بالزربة كتوجد. أنا بغيت نتبع معاكم مرحلة بمرحلة باش تشوفو البنات كيفجات، ولكن غادي نزيد أنايا، باقا خاصني واحد شوية. المهم ها تمنية، ها تسعود، عشرة. اثناش
تقريبا 14 معلقه البنات، يعني غادي ديري الدوبل ديال 7 معالق ديال المكونات. المواد الاخرى كنديروا فيهم 7 والدقيق كنديروا 14. صافي دابا راه مزيانه. صافي البنات القوام ديالها هو هذا، غنخليه على جنب ونجيب المول ديالي. صافي من بعد ما كنسالي كنجيب واحد المول، المهم الصينيه ولا مول داكشي اللي توفر عندكم. غادي ندير فيه هاد العجينه ديالي، نحاول نهز زيت فوق. غادي نشعل عليها الفران، وكيف كنقول لكم دائما كل وحده كتعرف درجه حراره الفران ديالها. كنطيبو عادي بحال الكيكه. نحاول نقادها بعدا. صافي غادي نخليها حتى تقاد مزيان، وغادي ندخلها الفران ونصبر عليها حتى تطيب ونطلقها باش نشوفوا طريقه التزيين باش غادي نزينوها. ثم البنات كيف ما كتشوفوا راها طابت. صافي غادي نحيدها من الفران وندوز باش نوجد لها السير وباش غنسقيها ونطلقها. كما كتشوفوني جبت الكيك ديالي من الفران، كيجي على هذا الشكل هذا، هانتوما راه خفيفه كتجي. غادي نجيب واحد الكاسرون غادي ندير فيها باش نصاوب السيرو، كندير واحد المعلقه ديال الكونفيتور، غادي ندير معاها تقريبا واحد جوج معالق ديال الماء، ماء عادي. صافي غادي نحطهم فوق النار ونخليهم حتى كيذوب هاد الكونفيتور مع الماء، ونسقي بها هاد الكيك ديالي. صافي من بعد ما كيذوب لي يولي على هاد الشكل هذا، غادي نجي غادي نسقي بها هاد الكيكه، وغادي ندوز باش نوجد الكريمه، غادي نوريكم كيفاش غادي نزينها الطريقه باش غادي نزينها. كتجي رائعه البنات، نتمنىكم تجربوها. المهم هي كتجي خفيفة، ولكن إلا سقيتيها كتجي أحسن، كتجي رطبة. بعد ما حطيت الكيكة ديالي غادي تشرب هداك السيرو، غادي نجي هنايا كيما كتشوفو غادي نقادها ونزينها بهاد الفريز. بالنسبة اللي عندو الوليدات مكياكلوش ليه الفريز، هادي هي المناسبة. كتجي رائعة البنات، وكتجي شكل ومذاق ما نقولش لكم عليه. ممكن نقطعو على هاد الشكل هذا بشكل طولي، غادي نستمر حتى نسالي ونطلقو البنات باش تشوفوا المرحله الثانيه باش نصوب فيها الكريمه وما يجيناش حتى الفيديو ما يجيناش طويل باش كلشي ان شاء الله يشوف هاد لا فيديو هذا. يلا نخليكم ونكمل انايا هاد الفريز ديالي. بعد ما كنسالي الفريز غادي نجي هنايا غادي ندير هنا السكر والحليب، واحد الكاسرون باش نوجد الكريمه، ونخلي منو تقريبا واحد نص كاس، ما نديروش كامل،
ندير جوج ديال الفاني الفئة 7.5 يعني 15 غرام، وغادي ندير واحد معلقة ديال الكريم باتيسيير، ندير معلقة ونص باش يجيني هو هذاك، وغادي ندير واحد جوج معالق ديال السكر سنيدة، صافي غادي نخلط المكونات كاملة، غادي نحطو فوق النار حتى يتقاد لي هاد الكريم باتيسيير ونطلقها. صافي البنات كيف كتشوفوا الكريمة ديالي هاهي راه وجدات، غادي نديرها نيشا فوق الكيك اللي عندي، نحط واحد السباتيو باش صافي البنات من بعد ما قديت الكريمة ديالي غادي نجيب دابا نبدا نزين فيها بالفخاس، على هاد الشكل هذا، غادي نستمر في هاد التزيين ديالها حتى نكمل هاد الدائرة الأولى ونطلقاو، نحاولو نضغطو عليهم واحد شوية باش كيهبطو من فوق الكريمة، بالتصاوير معليش كنت غنحاول نعزل الكبيرة من الصغيرة، ومعين ميزان وصافي، وكيف قلت لكم انا غادي نستمر حسن سالي ونطلقها باش تكون الشكل النهائي ديال هاد لاطاس، كتجي رائعة كتجي غزالة بزاف. صافي كيفما كتشوفوا البنات كان هذا هو الشكل النهائي ديال لاطاغ ديالنا، بالنسبه اللي عندها الوليدات ما كياكلش ليها الفخاز وما كياكلش الكريمه هذه المناسبه، وكيف كتعرفوا الموسم ديال الفخاز هو هذا، علاش ما نستافدوش ونديروا وصفات من هذه الفاكهه، راه زوين الصراحه وكتجي هاد لاطاغ واعره ولذيذه لذيذه لذيذه بزاف، ما نقولش لكم عليها. مهم كنقول لكم البنات الا كنتو جداد في القناه ابونوا معايا وديروا لي لايك وخليوا لي تعليق، واللي مازال ما تابوناش عندي يدخل يدير ابوني، وكنقول لكم شكرا على المتابعه والى اللقاء فيديو جديد ان شاء الله.